صباح الخير، حاليا متواجدين في منطقة اللوزي 2018. طبعا مستوى المياه إلى الآن مرتفع جدا في المنطقة، تم إغلاق المناطق جميعها لسلامة الأهالي والمقيمين في المنطقة إلى حين نزول مستوى المياه حاليا، ويعطيهم العافية الشباب ووزارة الداخلية على جهودهم. شباب المنطقة ما قصروا، وأي سيارة قاعدة توقف، أي سيارة قاعدة يساعدون الناس، يعطيهم ألف عافية. إن شاء الله وزارة الأشغال حاليا ويا الدفاع المدني مضخاتهم تشتغل. في الجانب الآخر، بس مستوى المياه كان جدا مرتفع والأمطار كانت غزيرة.